بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الفيديو الثاني من ورشة عمل غرفة المعيشة الداخلية باستخدام محرك الكورونا أبديت الجديد V-Ray 6 بأبديت 1.2. آخر شيء وصلنا له إنه إحنا رفعنا الشكل زي ما هو عم بيظهر عندكم على الشاشة، ولبسنا ماتيريال أرضية عبارة عن باركيه OAK، طبعا مقاس وحدة الباركيه 1.28 ب15 سنتي باستخدام الفلور جنريتر. طيب الاشي الثاني اللي انا حاب انوه عنه اللي هو تلبيس الماتيريال او الخامات، ممكن انا اما فروم كيبورد بشكل سريع على اليمين اعمل كرييشن ل فيري ماتيريال، رايت كليك ماتيريال، ومن ماتيريال بنتقل ل فيري، ومن فيري بنتقل ل فيري ام تي ال اللي هي فيري ماتيريال. دبل كليك على البيري ماتيريال، ممكن انا اعيد تسميتها اسميها وايت بينت او باللغة العربية دهان ابيض، يصير تنتين باللغة العربية وباللغة الانجليزية. طبعا الديفيوز هو لون الماتيريال او لون الخام، ممكن انا احولها للون الابيض بهذا الشكل. الريفليكشن انعكاس الخام، اعطيها انعكاس خفيف بهذا الشكل او بمنطقة المنتصف مثلا. والجلوسنس اعطيها شويه لمعان، مثلا يكون لمعان الجدار 0.4، طبعا باللغه الانجليزيه 0.4 4 من 10، واجي البسها للجدار الموجود عندي بهذا الشكل. كيف طريقه التلبيس البسيطه؟ امسك النقطه الموجوده عندي في المتير واعملها دراج على الجدار وكمان على العقده اللي فوق عندي. أنا لبست كثير الجدران الموجودة عندي، موضوع كتير سلس كتير بسيط. طيب أنا حابب أعمل سيلينج الآن، حابب أعمل سيلينج. طيب حتى أعمل سيلينج أنا ممكن بكل بساطة أعمل هايت لهاي القطعة وأعمل هايت لهاي القطعة، وأنا الآن بدي أرسم سيلينج بطريقة مختلفة. كيف؟ ركزوا معي، استخدام اللاين مع السناب تو، مع السناب تو بدي افعل الفيرتكس، باجي برسم من الخط الداخل للداخل، الشكل من الداخل للداخل مش من الخارج، من الداخل. بحاول اربط نقطة البداية مع نقطة النهاية اسبلانس كلوتش اسبلانسيس بهذا الشكل. اكس فروم كيبورد اي اكس تي ار، انا بدي الارتفاع يكون مثلا 0.2 20 سنتي، وإذا حاسس إنه 20 سنتي كتير ممكن أخليها 0.1 كمان بصير، أو 0.08 8 سنتي. بالنهاية جبسون بور ما راح كتير يأثر السماكة، إنه قدر يأثر الشكل الخارجي. رايت كليك أن هايد أول مع العقدة اللي فوق. طيب كيف بدي ألبسهم مع أو أحطهم فوق بعض؟ حكينا باستخدام الأمان، المرة هاي راح أستخدم سناب 3. أعمل سيليكشن على القطعة الموجودة عندي هون وأمسك الطرف العلوي إلها هذا الشكل وأحطها على الزاوية هاي، الزاوية على الزاوية، أطبق الزوايا على بعض بهذا الشكل. بس في عندي مشكلة، المشكلة إنه أنا إذا بدي أطبق الزوايا تي زد، لو بدي أروح على الوير فريم أحول الشكل لخطوط ألاقي في عندي سماكة الجدار، فما بظبط أطبق الزاوية على الزاوية. طب شو الحل مهندس؟ رايت كليك أن هايد أول، بمسك القطعة هاي تبعتي إف فروم كيبورد اختصار لفرونت، منطقة الفرونت، وباجي على الوير فريم واختصارها فروم كيبورد اف 3 القطعة هاي، وباجي برفعها بس بخلي مسافة بين العقدة وبين السيلينج اللي انا مختاره بهذا الشكل. طيب مهندس هل انك انتهيت؟ انا ما انتهيت من رسم السيلينج، بالعكس انا لازم البسه ماتيريال اللي هو الدهان الابيض بهذا الشكل، تمام. وبدي اعمل حركه بالسيلينج، اعطي فراغ للهيد البارت. كيف هذا الحكي؟ بدي احول السيلينج رايت كليك كونفيرت تو اديت بولي تي زد تي توب وزد اللي هي الزوم، بحط لي الشكل في منتصف شاشه الماوس، بروح على الفيرتكس تبعوني، بمسك الفيرتكس اللي موجودين عندي في المنطقه هاي بعملهم ازاحه بهذا الشكل. لو انا مزعوج من الباركيه ممكن اعمل له هايد ازاحه بهذا الشكل، حكينا أقلل الإزاحة هذا الخط كله
انزله لتحت شوي، اترك مسافة هون، كمان ممكن انا اترك مسافة هذا القدر، وكمان انا هون ممكن اترك مسافة للهيدل لاين. اقل مسافة لازم تكون عبارة عن 10 سنتي، ولكن احنا بنعمل سكتشي موديل سكتشي بشكل بسيط. هاي الفيرتكس اللي هون كمان برفعها لفوق، عملت جروف بهذا الشكل. طب هل انك مهندس انتهيت من هذا الشكل؟ انا ما انتهيت، حابب اعمل شكل داخلي باستخدام اللاين والاوتو جريد على الجبسن بورد الموجود عندي. انا فرضا بدي ارسم لاين هون بالاوتو جريد. شو الاوتو جريد؟ الاوتو جريد برسم لي على الشكل. طب بدون الاوتو جريد مهندس بصير انا بدي ارسم على الارضيه تحت، فالاوتو جريد الهدف منه ان انا ارسم على الشكل نفسه باللاين، وباجي بشكل سريع لاين مع الاوتو جريد. لازم افعل خط الاوتو جريد، صح كليك صح عليها، وباجي برسم بهذا الشكل شيفت بيعطيني الاستقامة. بهذا الشكل ممكن انا ارسم شكل ثاني يكون مقابل له، طبعا شو الهدف من هذا الموضوع؟ الهدف من هذا الموضوع انه انا هدول الخطوط تبعوني، لو انا هدول الخطوط جيت بشكل بسيط عملت تعديلات خفيفة عليهم باستخدام الفيرتكس، تقريبا خليت المسافة من الجدران للخطوط متساوية بالنظر، طبعا بالنظر خليها متساوية بهذا الشكل تمام. وهون نفس الشيء، إذا أنا بحب أحول أسبيراين كمان بيصير بهذا الشكل. تمسك القطعة هاي إكس فروم كيبورد إي إكس تي آر EXTR، بعملها إكسترود بالقدر اللي أنا بدي إياه، وكمان بعطيها إكس فروم كيبورد شل، بس يكون الشل شوي خفيف، يعني ما يكون تقيل شوي، الشل يكون شوي خفيف، يعني أنا بحس إنه شل 0.05 5 سنتي، ممتاز بهذا الشكل موجود. شيفت مع موف استنساخ لنفس القطعة، وبحاول إنه رايت كليك كونفيرت تو إيديت بولي لهاي القطعة اللي موجودة عندي التانية، أحاول أخلي الخطين على نفس الاستقامة بهذا الشكل، وهاي النقطتين على نفس الاستقامة. زي ما عملت أنا الإكسترود والشل، كمان ممكن آخذ الإكسترود تبعي هون على الخط، أعمل له إزاحة إله، راح ياخذ نفس القيمة، وراح ياخذ كمان الشل لو أنا عملت له إزاحة على الشل بهذا الشكل تي زد. كمان أنا ممكن آخذ القطعة هاي اللي هون وأعملها استنساخ، آخذ القطعة هاي هون وأعملها استنساخ بهذا الأكسس بهذا الشكل، وأعملها رايت كليك كونفيرت تو إيديت بولي، وأتحكم فيها، أنزل الفيرتكس تبعي للأسفل بهذا الشكل، وأرجع أخلي أحاول الخطين متطابقين مع بعض بهذا الأكسس، وكمان هون الخط هاد يطلع لفوق نفس الأوفست تقريبا، نفس المقاسات بشكل تقريبي طبعا بالعين المجردة. وهدول الأربع قطع 2 3 4 مع الدروب سيلينج أو الجبسن بورد، إنه هدول القطع يكونوا منتصف الشكل، منتصف الجبسن بورد، في جزء علوي في جزء سفلي. شو الهدف من الموضوع؟ أمسك القطعة الأساسية ومن الجيومتري شيب اللي موجود عندي هون، واختار خيار الثالث كومباوند أوبجكت، واختار بروبولين، ستارت بيكينج، وأحفر الأشكال اللي أنا رسمتها بهذا الشكل. فأنا صار عندي سيلينج أو جبسن بورد سيلينج بهذا الشكل، فيه فرزات للهيدل لايت
زي ما أنا تخيلت الشكل عندي. رايت كليك أم هايد أول حتى نشوف الشكل العام اللي صار عندي. لو أنا عملت هايد أو إزاحة للأرضية راح ألاحظ إنه في عندي جروف بشكل سريع، في عندي مسافة للهيد لايت موجود عندي، وأيضا جروفات داخلية هذا الشكل، يعني كتصميم بسيط جدا. تي زد أنهايد أول بهذا الشكل. بدي أنتقل للمرحلة الأهم. طيب أنا في عندي البلوكات حكينا عنها. أول شيء بدي أخذ بلوكات الزجاجات أو الواجهات الزجاجية بهذا الشكل. ممكن أنا أخذ استنساخ منها أو أخذها نفس القطعة بهذا الشكل وأجي أحطها على الموديل تبعي وأتأكد من الارتفاع تبعها. طبعا الزجاجة أو القطعة الزجاجية هاي أعملها أني جروب يفضل، هي إيديت مش، فأنا ممكن أحولها رايت كليك كونفيرت تو إيديت بودي، لأنه إحنا عم نتعامل بالإيديت بودي، وأعملها أتاتش لكل القطع اللي موجودة عندي. طب مهندس شو الهدف من الأتاتش؟ إنه تصير قطعة واحدة، تصير ون فيرتكس، أحرك أطلع أنزل فيهم أغير ارتفاعات براحتي في الشكل الموجود عندي أو البلوك. أدخلها لجوا شوي بالعين المجردة بهذا الشكل. طبعا بالنسبة للارتفاع ممكن أنا أتحكم في الارتفاع الموجود حسب الارتفاع المطلوب، كمان ارتفاع من الأسفل كمان ممكن أنا أتحكم فيه بسلاسل بهذا الشكل، وأحاول أعدل على الشكل ما يكون الستريبس داخل جوات كتير، يعني جوات الجدار، وما يكون خارج منه بصراحة، يكون بشكل منطقي بهذا الشكل. طيب الوحدات اللي باقية اوريدي داخلة بالجدار، إذا في شخص معين ما بيحب تكون موجودة عادي فين يستغني عنها بالفيرتكس اللي موجود هون بالاف 3. الفيرتكس اللي موجودة هون ممكن أنا أستغني عنها بهذا الشكل، تكون نقطة البداية تبعتي بهذا الشكل. بصير باخذ هاي الواجهة الزجاجية وبعملها تكرار شيفت مع موف بالـ X axis لهاي الزاوية. أنا انتهيت من الشبابيك أو الواجهات الزجاجية الموجودة عندي. ممكن لو في ديزاين تاني فيه فريم من هون، طبعا هاي الزجاجية قابلة للفتح، تفتح كسلايدنج دور موجودة عندي. الأبواب بالنسبة للباب اللي موجود عندي هون، ممكن أنا أقلل من حجم الباب أو أغير من مكان الباب الموجود عندي هون، أخذ البوليجون هاد مع البوليجون هاد وأحركهم بالواي أكسس للجنب الحيط. ممكن كمان هاد التو بوليجونز أحركهم، هذا الهدف من موضوع تحويل الشكل لإيديت بودي بهذا الشكل. أنا باخذ الباب البلوكة بلوكة الباب، وممكن أنا بحطها بشكل سريع جدا على مكانها الصحيح هون F3 إذا أنا حابب أشوف بالضبط وين مكان الباب. TZ F3 الباب مكان هذا الشكل. مكانه الصحيح هون. لو حاسس انه في زيادات ممكن انا الباب نفسه اتحكم بالفيرتكس تاعونه زي ما حكينا بورش سابق. طيب الباب اللي هون كمان انا ممكن اخذ استنساخ للباب هذا الموجود عندي بالواي اكسس شيفت مع موف، بس يكون كوبي اس كوبي تي زد
و F3 وأجي أخذ الباب تبعي هون بشكل سريع وأعمل تغييرات بسيطة. الفيرتكس تبعتي كلها تتغير لليسار أو تتحرك لليسار قبل ما يطبق حل الباب مع حفة الجدار بهذا الشكل. الأشكال الأساسية الأبواب والشبابيك انتهينا منها، فأنا ممكن أنا أستغني على الباب اللي هون موجود عندي. طيب شو كمان مهندس نحن محتاجين؟ احنا محتاجين كيرتنز بهذا الشكل. ممكن ناخذ القطعة هاي، في عندي 4 كيرتنز، 1 2 3 4. ممكن ناخذ هاي قطعة، القطعة هاي مع الكيرتنز الشفافة، ناخذها هون كون بيس ونعملها روتيت بهذا الشكل 180 درجة. ناخذها هون بهذا الشكل. راح لاحظ انه الدروب سيلينج او جيبسون بورد ضرب عندي. ممكن انا كمان اعطيه رايت كليك كونفيرت تو اديت بودي واحرك كل الفيرتكس اللي موجوده عندي هون بشكل عرضي للامام حتى ما تضرب في الاستاره اللي موجوده عندي. ممكن بشكل ثلاث الابعاد حتى اشوف بالضبط كيف راح تصير بهذا الشكل. حاول قدر المستطاع اني اوازن بالكتل اللي موجودة عندي. تمام، ازيحها على اليمين واخذ ميرور الها بالاكس اكسس بس استنساخ كوبي وازيحها على المنطقة هاي بهذا الشكل. ممكن انا هدول الثلاث قطع يصيروا عندي كجروب، اخذهم الت كيو جروب بهذا الشكل، اكس فلوم كيبورد اعطيهم امر اف اف دي 2 ب2 ب2 واتحكم اف اف دي الهدف منه اتحكم بارتفاعهم حسب المشهد الموجود عندي هون بالاف 3. غالبا ما حرفعهم فوق الجيبسون بورد تحت العقدة اللي موجودة عندي بهذا الشكل. بهذا الشكل تمام. المطلوب استنساخ لهذه القطعة، ممكن انا اعملها استنساخ بالاكس اكسس ولكن انا حابب اعملها ميرور بالاكس اكسس بس از كوبي بهذه المنطقة الموجودة عندي هون. فاين انهايد هول. الشكل العام تقريبا جدران شبابيك مع ابواب ارضية ودهان جدران انتهينا منه. راح ننهي هذا الفيديو الثاني بشكل سريع وراح نكمل الورشة بالمقطع الثالث لورشة العمل. يعطيكم العافية.